شكون فينا اللي يقدر يعيش بلا ما ياكل بلا ما يشرب بلا ما يتنفس؟ شكون فينا اللي يقدر يعيش في واحد بيئه فيها الخوف وما فيهاش الامان؟ وشكون فينا اللي يقدر يعيش في واحد البيئه اللي ما تعطيهش قيمه، واحد البيئه اللي كتنقص من القيمه ديالو؟ شكون فينا اللي يقدر يعيش في واحد البيئه اللي ما عندوش فرصه انه يتميز؟ هادشي كله لابد انه يتوفر لنا، وهو ضمن الحاجات الانسانيه بشكل اساسي، هو اللي غنشوفه في هذه الحلقه من خلال هرم ماسلو للحاجات. معكم عادل عبادي، خبير في تطوير الأداء الإنساني. اليوم غنتكلموا على هرم ماسلو للحاجات. ماسلو هو خبير اقتصادي، وضلنا على الحاجات الإنسانية، وقالنا بأن الحاجات الإنسانية هي خمسة، ودارها في واحد الهرم، واحد البيراميد اللي كيبديها لتحت، ما سماه هو بالحاجات الفيزيولوجية أو الحاجات إلى البقاء، اللي هي الهواء، واللي هي الغذاء، واللي هي الماء، وكذلك النوم. ولذلك ملي كنقول الحاجات الاساسيه خصني نعتني بها، ملي كنقول الغذاء خصني ناكل احسن غذاء، ملي كنقول الشرب خصني نشرب احسن حاجه، ملي كنقول خصني نعس خصني نعس في احسن بلاصه. ولذلك خصنا نختاروا الماكله ديالنا بعنايه، خصنا نختاروا داكشي اللي كنشربوا بعنايه، وكذلك خصنا نختاروا المكان الذي ننام فيه. بعض الاحيان كتلقى ناس، حنا دابا في واحد الفصل اللي الناس خصها تنعس مزيان باش انها النهار الاخر يكون عندها طاقه. لذلك حاولوا نشريو يعني الاسره او نشريو الوسيد اللي يمكن انهم يحققوا لنا هذا الامر. هذا رقم اثنان، عندنا الحاجه الى الامن. ولذلك ما نقدروش اننا نعيشوا في بيئات فيها حروب. الان بعض البلدان اللي عندها الحروب الناس ما يمكنش انها تستمر في الحياه، كتفكر فقط في الامن، وهذا الامن هذا ما خاصش غير بالدول اللي عندها الحروب، كذلك البيئه اللي كنعيشوا فيها مثلا اللي كان فيها الكريساج، الا كان فيها الناس مثلا اللي كيهدوا الامن ديالنا، فاكيد ان هذه الحاجه ما كتحققش. والخطير ان ما يكونش عندنا الامن في الدار فين كنكونوا ساكنين. مثلا الاب والام مخاصمين، او مثلا كيهدوا وليداتهم، الا جاب الله ما نجحتيش انا غندير لك، والا جاب الله ما درتيش واحد الحاجه انا غندير لك. فهذا كله كيدخل في اطار انعدام الامن. رقم ثلاثة، الحاجات الاجتماعيه والحاجه الى الانتماء. كل واحد فينا كيبغي انه ينتمي لدوله من الدول، او ينتمي لعائله من العائلات. تخيل معايا انك انت ما عندك جنسيه، انت بدون جنسيه، ما انت مغربي، ما انت الماني، ما انت فرنساوي، ما انت امريكاني. وكاين بعض الدول اللي كتوضع للناس ديالها الجنسيه بدون، وهذا تقليل من قيمه الشخص، لو انهم ما عندوش الانتماء الى دوله من الدول او الى جماعه من الجماعات. ولذلك فنحن نحتاج الى الانتماء من اجل العطاء، ومن اجل كذلك الوصول الى القمه. رقم أربعة، الحاجه الى تقدير الذات. حتى واحد فينا ما يبغي يكون في واحد المكان ما كيعطيهش قيمه. ولذلك حنا ملي كنكونوا في واحد الوسط، نبغيو ان الناس يشجعونا، نبغيو ان الناس يرفعوا بنا، نبغيو ان الناس يعطيونا مسؤوليات اننا نقوم بها من اجل نشبعوا هذه الحاجه هذه. ثم الحاجه الاخيره، الحاجه الخامسة، هي الحاجة إلى تحقيق الذات، الحاجة إلى التميز. كل واحد فينا كيبغي أنه يتميز. وإلا لاحظتوا معايا غتلقاو بأن واحد العدد كبير ديال الناس يسعوا إلى التميز. نعطي غير مثال، مثلا دابا ملي كنكونوا في المجال ديال الدراسة، غتلقاو الوليدات اللي كيكونوا كيقراوا في المؤسسات التعليمية، كاين اللي يتميز في القراية، وكاين اللي كيتميز في الشكل ديالو، كاين اللي كيتميز في رياضة من الرياضات، وكل واحد فاش تميز. ولذلك لابد أن تختار المجال اللي غادي تميز فيه، وإن شاء الله غادي تجي واحد الحلقة واللي غنتكلموا فيها على صناعة التميز.